بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. This is our 17th lesson going through the poem الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر authored by Ibn al-Jazari رحمه الله تعالى. الحمد لله we have arrived at سورة آل عمران. The author رحمه الله said يرون خطابا حز قول الله تعالى ترونهم مثليهم رأي العين recited with تاء الخطاب for يعقوب خلافا لأصله. Remember الشاطبي رحمه الله تعالى he said وترون الغيب خصا وخلل, meaning all the قراء except for نافع recited with غيب والباقون بأي نافع بالخطاب, right? And of course أبي جعفر وافق أصله. However يعقوب خالف أصله. يعقوب he recited with تاء الخطاب, وعمر recited with ياء الغيب. طيب as for خلف العاشر فهو كأصله. طيب then the author رحمه الله تعالى said وفز يقتل قوله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس recited like that for خلف العاشر خلافا لأصله. As we know حمزة وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة, حمزة recited as ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب as for خلف العاشر he recited as ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فخلف أصله. طيب then we have تقية مع وضعتهم, تقية مع وضعتهم. So we have these two words, تقية, which is تقاه essentially, and وضعت. Right, and so قول الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. The آية before it, right? قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات. الآية before it, right? لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. That's how you read it for all the قراء including أبو عمرو except for يعقوب. يعقوب says تقية. And so يعقوب would read as لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقية. تقية هو يعقوب. طيب خالف أصله أبو عمرو تقاه. Good. Then we have وضعتهم. So يعقوب recited it as والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. As we know those who recited it as وضعت وضموا ساكنا صح كفلا, right? وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا. Only شعبة and ابن عامر recited it as وضعت. And so أبو عمرو recited as وضعت, right? والله أعلم بما وضعت. And so يعقوب خلف أصله. يعقوب says وضعت, right? As for أبي جعفر أن يعني خلف العشر they are upon the أصل. طيب then the author رحمه الله تعالى said وإن افتحا فلا قول الله تبارك وتعالى أن الله يبشرك بيحيى. You recite it with الفتح upon the همزة for خلف العاشر. طيب for خلف العاشر ومن بعد أن الله يكسر في كلا. We know those who recited with كسرة حمزة and ابن عامر. هذا خلف خالف أصله فقرأ بالفتح أن الله يبشرك بيحيى as opposed to حمزة إن الله يبشرك بيحيى. So خلف خالف أصله فإن خالف أذكر وإلا فأهمل. نعم then the author رحمه الله سيبشر كلا فد. So when talking about يبشر which came 9 times in the Quran, يبشرك twice سورة العمران, we have يبشرهم سورة التوبة, we have إنا نبشرك سورة الحجر and also سورة مريم, we have ويبشر المؤمنين found in سورة الإسراء سورة الكهف, and we also have the موضع of لتبشر به المتقين in سورة مريم, and we have ذلك الذي يبشر الله عباده سورة الشورى. All of these مواضع recited as يبشر. So خلف is like حفص basically. طيب and this was خلافا لأصله. Remember we know حمزة قرأ يبشر, right? As الشاطبي رحمه الله تعالى mentioned ومن بعد أن الله يكسر في كلا مع الكهف والإسراء يبشر كم سما ضم حرك واكسر الضم أثقل نعم عم في الشورى وفي التوبة تكسر لحمزة مع كاف مع الحجر أولا. And so يبشر is recited as يبشر for حمزة, right? However خلف العاشر in every single موضع where you have the word يبشر he recites it like حفص يبشر. طيب however it comes in the Quran in those 9 مواضع. طيب as for the remaining قراء they are upon the أصل. And we spoke about this in more detail in الشاطبية concerning the قراء السبعة and the specific مواضع in which يعني for example you have ابن كثير and أبو عمرو in موضع of سورة الإسراء سورة الكهف they say يبشر when it comes to موضع سورة الشورى they say what يبشر. And we spoke about that in detail over there. And so يعقوب just takes أبو عمرو and ابن أبي جعفر is like نافع. طيب then the author رحمه الله تعالى he said قل الطائر اتلو قول الله تعالى كهيئة الطير
recited as كهيئة الطائر. 4. أبي جعفر كهيئة الطائر. Found here in this surah, surah Al-Imran, and also found surah Al-Ma'idah. And so you say what? كهيئة الطائر. Of course, كهيئة, you recite it what? يعني التشديد here, right? So you do إبدال and مع التشديد. Or, يعني, and so you say what? كهيئة الطائر. 4. أبي جعفر كهيئة الطائر. As we took in باب الهمز المفرد. Remember, if you go back to باب الهمز المفرد, we spoke about the مسألة pertaining to هيئة, right? As الشاطبي رحمه الله, as ابن الجزري رحمه الله تعالى mentioned, right? كمستهزئي منشون خلف بدا وجز أندق كهيئة والنسيء وسهلا أريت وإسرائيل كائن ومد أد, right? So أبي جعفر says what? كهيئة, right? كهيئة الطائر فأنفخ فيه. And then the next one, you keep it as his أصل, right? We know that نافع, when it comes to طائرا, he recites it with what? With طائرا, right? Not طائرا in the second case, right? So قول الله تعالى كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. طيب, and also بإذن سورة المائدة, right? As الشاطبي رحمه الله تعالى, he mentioned وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا, right? So نافع says والطائرة. And so if we were to combine and recite this passage for نافع, you would say what? كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله, على قراءة أو على رواية قالون. As for أبي جعفر, he would say what? كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله, right? Then we have, as the author رحمه الله said, طائرا حز. So يعقوب also recites it as طائرا خلافا لأصله. أبي عمرو says طائرا. And so if you were to recite it for يعقوب, you would say what? فأنفخ فيه فيكون فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن أو بإذن الله. For يعقوب خلافا لأصله, أبي عمرو says والطيرة. طيب, so قول الطائر تلو. So when it comes to كهيئة الطائر, recite it as كهيئة الطائر for أبي جعفر. And when it comes to طائرا, recite it for نافع as طائرا. And of course أبي جعفر وافق أصله, and يعقوب خالف أصله, he also recites it as طائرة, as ابن الجزري mentioned, طائرا حز. طيب, then the author رحمه الله تعالى, he said نوفي يا طوى. قول الله تعالى فنوفيهم أجورهم in سورة آل عمران. Right, إذ قال الله يا عيسى دعاية كمزعة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم, أو أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. Recite as فيوفيهم أجورهم for رويس. نوفي الياط خلافا لأصله, as الشاطبي رحمه الله تعالى mentioned, right, وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا, وياء في نوفيهم على, right? Only Hafs recites it with the ياء, يوفيهم أجورهم, right? The meaning for that Hafs. However, that's of course in the 7, but in the 10, you add on to it رويس as well. You add on to Hafs, رويس. رويس says يوفيهم. فخالف أصله من قراءة أبي عمرو. أبي عمرو recites it with نون. Likewise, روح agrees with أبي عمرو, فوافق أصله من قراءة أبي عمرو, فلم يذكر فإن خالف وأذكر وإلا فأهمل. Likewise, أبي جعفر الخلف, they are like the أصول. Then the author رحمه الله تعالى he said طوفتح لما فلا. قال الله تعالى لما آتيناكم أو لما آتيتكم من كتاب وحكمة. Recite it with what? لما بفتح اللام for خلف العاشر. بفتح اللام for خلف العاشر. طيب, we know that this is خلافا لأصله. خلافا لأصله, as الشاطبي رحمه الله تعالى mention وكسر لما فيه, right? حمزة recite with كسرة لما آتيتكم من كتاب وحكمة, فحمزة, right? However, خلف العاشر خالف أصله, and he recites it as لما آتيتكم من كتاب وحكمة. طيب, and of course when it comes to آتيتكم, then as we will see إن شاء الله تعالى, أبا جعفر وافق أصله, which is why it is not mentioned here. طيب, which is why it's not mentioned here. طيب, so he says لما, or he says لما آتيناكم, لما آتيناكم, right? And so that's a point to note, because as we know, قال الشاطبي رحمه الله وبالتاء آتينا مع الضم خولا آتيناكم for نافع. And we know that أبي جعفر, his أصل is نافع, and so فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. So we say مثلا for خلف العاشر لما آتيتكم, أو يعني مد الجائز المنفصل التوسط, لما آتيتكم, as opposed to حمزة who say what? لما آتيتكم. أبي جعفر would say لما آتيناكم, like نافع لما آتيناكم. طيب, والله تعالى أعلم.
Then the author, rahimahullah, he said, وَيَأْمُرُكُمْ فَانْصِبْ وَقُلْ يَرْجِعُونَ حُمْ When it comes to وَلَا يَأْمُرَكُمْ فَاتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا recite with fatha upon the lamb, upon the ra, sorry. So you say وَلَا يَأْمُرَا وَلَا يَأْمُرَكُمْ Of course النصب والنصب علامته الفتحة, right? For يعقوب خلافا لأصله as a الشاطبي رحمه الله تعالى mentioned, right? ورفع وَلَا يَأْمُرُكُمْ رُوحُهُ سَمَا ورفع ولا يأمركم روحه سما سما نافع بن كثير عمرو سيود ولا يأمركم ولا يأمركم بالرفع طيب as opposed to يعقوب خالف أصل قرأ بالنصب and of course علامته الفتحة لن يوث رحمه الله تعالى يسأل وقل يرجعون حم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون remember the أصل is that we recite it as يرجعون ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسمي حلا على فسمي حلا حلا right we know that we are reciting we know that the context of the ayah is وله أسلم for الله سبحانه وتعالى the heavens and the earth and whoever is in it has submitted to Allah subhanahu wa ta'ala طَوْعًا وَكَرْهًا whether they be willingly or unwillingly وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ to him they shall return and so because it's going back to the hereafter we say what يَرْجِعُونَ and here the reason why he's brought this word here is to show you that يَعْقُوبُ قَرَأَ بِهِ الْيَاءَ وَلَمْ يَقْرَأْ بِهِ التَّاءَ as opposed to أبي عمرو البصري right as الشاطبي رحمه الله تعالى مَنْشُرُ بِالْغَيْبِ تُرْجَعُونَ عَادًا وفي تبغون حاكيه عولا when it comes to أفغير دين الله يبغون who recited it with ياء الغيب حاكيه عولا يعقوب sorry أبو عمرو البصري and حفص so they say أفغير دين الله يبغون طيب and when it comes to وله أسلم من في السماوات والأرض طاعة وكرم وإليه يرجعون only حفص recited it with ياء الغيب وبالغيب ترجعون عادا right and so يعقوب وافقه وخالف أبا عمرو البصري أبا عمرو البصري says what أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون that's how أبو عمرو read it right how يعقوب will say أفغير دين الله يبغون وافق أصله هي وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون يا الغيب نتاع الخطاب and of course you apply the حكم we took in the previous lesson ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسمي حلا حلا and so you say what وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون for يعقوب and أبو عن بصري وإليه ترجعون طيب الله أعلم then the author رحمه الله تعالى he said وحجك سرا وقرأ يضركم ألا قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت recited with كسرة for who for أبي جعفر خلافا لأصله as الشاطبي رحمه الله تعالى mentioned وبالكسر حج البيت عن شاهد right only حافظ حمزة كسائي say what ولله على الناس حج البيت right نافع says حج البيت and so أبا جعفر خالف أصله likewise يضركم ألا يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما من نافع ابن كثير وعمر say what لا يضركم كيدهم شيئا وأبا جعفر خالف أصله أبو جعفر when against his أصل he recited as لا يضركم كيدهم شيئا طيب والله تعالى أعلم as we know the other قراء they are upon the أصل so يعقوب is upon أبو عمرو and خلف العاشر is upon حمزة which is of course as we took in the beginning part of this study فإن خالفوا أذكر وإلا فأهم إلا good لن يوثر رحمه الله سير وقاتل مِتُّهُمْ جميعا ألا قاتل معه ربيون كثير That's how أبو جعفر read it خلافا لأصله هذا الشاطبي رحمه الله تعالى mentioned right وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو right ذو ولا and so we know that ابن عامر كوفيون they say what قاتل as well as they say قتل معه right and so أبا جعفر خالف أصله he says قاتل as for نافع says قتل good as for يعقوب فهو كأصله and خلف العاشر كأصله so خلف العاشر قاتل يعقوب قتل مت ذموم جميعا ألا مت عز الشاطبي رحمه الله تعالى منتن ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفا صفا نفر نعم and so we know that when it comes to the word mit you recite with ضم upon the mean for صفا نفر ابن كثير أبو عمرو ابن عامر and شعبة However, for Abi Ja'far, you recite also with Dhamma. فخالف أصله has been نافع قرأ بالكسر. متم متنا right? مثلا متا أفإن متا right?
يبعث على تأويل كسرة فنافع، أن يدرس بالضمة فأبي جعفر خلافا لأصله. آسف يعقوب قرأ بالضم كأصله، أن آسف حمز آسف خلف العاشر قرأ بالكسر كأصله. نعم. لن يوثر رحمه الله تعالى هساد يغل لجه الحما، قول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل بسات مبني للمجهول فهو يعقوب، وما كان لنبي أن يغل. عز الشاطبي رحمه الله تعالى منشند وضم وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع إذ شاع كفر سو نافع حمزة كسائي ابن عامر طيب ساعات الأزوات وما كان لنبي أن يغل مبني للمجهول and يعقوب جليز والذم and so أبي جعفر وافق أصله خلف العاشر وافق أصله and يعقوب خالف أصله because أبو عمرو says يغل طيب as for نافع says يغل likewise حمزة also says يغل and so خلف العاشر وافق أصله أبو جعفر وافق أصله يعقوب خالف أصله so all three قراء in a درة recite يغل however يعقوب خلف أصله أسوى أبو جعفر ناسفو خلف وافق أصلهما دن يوث رحمه الله تعالى هساب والغيب تحسب فضل بكفر وبخل قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم likewise قول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم recited with ياء الغيب فهو خلف العاشر خلافا لأصله as we know وخاطب حرف يحسبن فخذ right حمزة قرأ بالخطاب as وخلف العاشر قرأ بياء الغيب in these two cases right and so that is the مذهب of خلف خلافا لأصله نعم لن يوث رحمه الله تعالى هسال الاخر عكس meaning the third موضع which is قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا recited with what with تاء الخطاب عكس meaning the opposite not الغيب but تاء الخطاب فهو حلا يعقوب and so يعقوب would say what لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا and then again فلا تحسبنهم he recited with تاء الخطاب as well on تحسبنهم and بفتح الباء as يوث رحمه الله mentioned بفتح باء right خلافا لأصله هذا الشاطبي رحمه الله تعالى منشن وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا as we know خلافا لأصله when it comes to the word فلا تحسبنهم that's how يعقوب as opposed to ابن كثير أبو عمرو who recite it as فلا يحسبنهم and so you see here the خلاف that is occurring between يعقوب and أبي عمرو فلا يحسبنهم غيب and along with it يا الغيب along with the ضمه on the باء as opposed to يعقوب who recites with what with تاء الخطاب الاخر عكس and بفتح باء and then فتح on the باء طيب كذي فرحين just like لا تحسبن الذين يفرحون so in both cases you recite it with what as لا تحسبن and فلا تحسبنهم فهو فيعقوب خلافا لاصله so أبو عمرو البصري when you look at it as a الشاطبي رحمه الله تعالى mentioned he said لا تحسبن الغيب كيف سمعت لا اذن وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم وغيب وفيه العطف او جاء مبدلا طيب and so we have here او جاء مبدلا and so we have here for أبي عمرو البصري he'll say what لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العرب that's how أبو عمرو read it however يعقوب قرأ بالخطاب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أذن فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب you see طيب so that's the خلاف between يعقوب and أبي عمرو هذا والله أعلم then يوث رحمه الله سأل واشدد يميز مع حلا so he recited as ليميز الله الخبيث من الطيب سورة الأنفال نصوت العمران حتى يميز الخبيث من الطيب فو يعقوب just like شلشلة just like حمزة كيساي هذا الشاطبي رحمه الله تعالى منشن يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلة right أنز حمزة كيساي they say what ليميز الله الخبيث من الطيب أن حتى يميز الخبيث من الطيب سو خلف العاشر وافق أصله أن يعقوب خالف أصله أبي عمرو سيد ليميز طيب الله تعالى أعلم ذن يوث رحمه الله تعالى هساد ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر وحفلا So the word يحزن how we find in the Quran recited like that بفتح الياء انضمها بني زاي فهو أبي جعفر خلافا لأصله هذا الشاطبي رحمه الله تعالى mentioned ويحزن غير لم بياء بضم واكسر الضم أحفلا So we know نافع says what ولا يحزنك قولهم قال إني ليحزنني أن تذهبوا به That's how
نافع عدت as opposed to أبي جعفر who say what ولا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم قال إني لا يحزنني طيب okay that's how أبي جعفر read it and the exception is موضع الأنبياء the exception is موضع الأنبياء سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحفلا meaning سورة الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر recited بالضم الياء انكسر الزاي for أبي جعفر لا يحزنهم الفزع الأكبر again خلافا لأصله as we know نافع in موضع الأنبياء he says لا يحزنهم الفزع الأكبر and so أبي جعفر in the place where you're supposed to do ضمة انكسرة for نافع he doesn't do ضمة انكسرة he does فتحة انضمة and when it comes to the موضع where نافع has an exception meaning he does فتحة انضمة in this special موضع موضع الأنبياء أبي جعفر does ضمة انكسرة in that موضع سورة الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر أبي جعفر لا يحزنهم الفزع الأكبر نافع باقي المواضع لا يحزن أو مثلا باقي all the other مواضع يحزن for أبي جعفر sorry يحزن فنافع أن يحزن فو أبي جعفر repeat that again when it comes to موضع الأنبياء يحزن فو نافع يحزن فو أبي جعفر any other موضع for example فلا يحزن كقولهم that's for أبي جعفر فلا يحزن كقولهم فو نافع طيب والله تعالى أعلم then the author رحمه الله said سنكتب مع ما بعدك البصر فز خلف العاشر when it comes to the word سنكتب أن قتلهم and نقول he recited it just like Abu Amr al-Basri and so he says سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق that's how خلف العاشر read it خلافا لأصله as we know الشاطبي رحمه الله تعالى he said سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفع مع يا نقول فيكملا Right, so Hamza says what? سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق على قراءة خلد وعلى رواية خلد Right, so when we recite for Hamza, we say سيكتب We don't say سنكتب Likewise, we say وقتلهم We don't say وقتلهم Likewise, we say ويقول We don't say ونقول For Hamza هذا خلف العاشر خالفه in all three of these cases which is why الشاطبي said which is why ابن الجزري said سنكتب مع ما بعد أو مع ما بعد meaning سنكتب and that which comes after it i.e. in the context of what الشاطبي رحمه الله تعالى mentioned سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفع مع يا نقول فيكملا and so when it comes to نقول you say يقول for حمزة and you say نقول for خلف When it comes to سيكتب, that's how we read for Hamza, سنكتب for خلف. And when it comes to قتلهم, you say قتلهم for خلف, and you say قتلهم for حمزة. Which is why the author, Ibn al-Jazari said, read it like you read it for أبو عمرو البصري, خلف العاشر. And so خلف العاشر will say, سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول. However, حمزة سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا طيب الله أعلم Then the author رحمه الله تعالى He said يبين يكتم خاطبحنا خففوطنا قول الله تبارك وتعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه How do you read it? You recite it with تاء الخطاب for حنا Who's Hana Ya'qub? خلافا لأصله. As الشاطبي رحمه الله تعالى mentioned, صفى حق غيب يكتمون يبين نلا تحسبن الغيب كيف سمعت لا. And so when it comes to the word يكتمون and يبين, you recite it with الغيب for حق. And of course شعبة as well. So ابن كثير أبو عمرو they say what? ليبينه للناس ولا يكتمونه. However, يعقوب خالف أصله and he recited as لا تبيننه للناس ولا تكتمونه as the author رحمه الله mentioned حنا طيب then the author رحمه الله تعالى تخفف طولا يغرنك يحطم نذهب أو نرينك يستخفا وشدد لكن اللذ معا ألا so when it comes to these words يغرنك يحطمنكم نذهبن بك أو نرينك أن ولا يستخفنك recite with تخفيف upon the noon so the noon is مشددة for the قراء right it has شدة on it remove the شدة and give it a سكون and give it a سكون and then of course the letter that comes after in the case of يغرنك we have a كاف coming after a نون ساكن إخفاء
right? لا يعطي منكم same thing, right? نذهبن بك هي في قلاب, right? أو نرينك يا في إخفاء هي زول. لا يستخفنك إخفاء هي زول. طيب, and so that's how you read it. So you say what? لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فإما نذهبن بك فإنا منهم. أو نرينك الذي وعدناهم. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. That's how you read it for رويس. وخففوا طلا طلا رويس. طيب أنا هذا من فرادات رويس, from the individual unique elements to رويس. Of course when it comes to نذهب, the نون التوكيد, right? The نون توكيد خفيفة. And so if you were to stop on it, you'd have to stop on it with what? With the ألف. It's like ولا يكون من الصاغرين. When you stop on it, you say what? ولا يكون, like here as well. نذهبا بك. It becomes فإما نذهبا على الوقف. طيب, as for على الوصف, فإما نذهبا بك. طيب, and that's of course a grammatical point, right? When you have a نون توكيد خفيفة, when you want to stop on it, you stop on it with an ألف. نعم. When it comes to likewise, أو نرينك, remember there's a تقييد here, right? There's a تقييد here, there's a specification, meaning it only applies on when أو comes before نرينك. And so فإما نرينك بعض الذي نعيهم, أو إما, those are not in action. Those are not being spoken about here. What's being spoken about here is what? أو نرينك. نرينك, that's preceded by أو. Likewise, when it comes to يغرنك, it is only that the يغرن, that is followed by the المفرد. So يغرنك, not يغرنكم. هذا خطأ. You don't do that. So مثلا لا يغرنكم, right? That's how you read it. يغرنكم بالله الغرور. ولا يغرنكم بالله الغرور. That's how you read it. When it comes to, however, the كاف showing singularity, that's when you apply the إخفاء or the تخفيف on the نون, and then of course by necessity إخفاء, because نون ساكنة followed by كاف gives you إخفاء. نعم. And so you say what in the آية. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. That's of course for رويس. As for روحه على أصله من وضف لا يغرنك without any تخفيف. طيب, then the author رحمه الله تعالى, he said وشدد لكن اللذ معا ألا. لكن الذين اتقوا ربهم came twice in this surah Al-Imran or surah Al-Zumr. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. And likewise, لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. You recite it with تشديد upon the noon, and of course by necessity you give it a فتحة. And so it becomes لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب, and that's of course for أبو جعفر. خالف أصله. أصله says لكن الذين اتقوا ربهم نافع. هذا أبو جعفر خالف أصله, says لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف أن لهم جنات. طيب, الله تعالى أعلم. With this we're able to conclude the chapter of سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.